في ظل هذا الوضع الذي تتكلم عليه، أي مصير تنتظره للحراك الشعبي؟ أنا أنتظر ما نعرفش المصير، ولكن أنتظر أن الناس أنها تدخل في العمل السياسي. أطلب من الناس، وهذا قلتها منذ فبراير السنة الماضية، إذا ما دخلناش في العمل السياسي، إذا ما الحراك ما خداش السلطة عن طريق العمل السياسي الشرعي، يعني أحزاب، نقابات، مجموعات، مجتمع مدني، نكونوا ما نجحناش في التغيير جذري لطبيعة النظام الجزائري، لأن النظام يقاوم، النظام عنده آليات، عنده قوة، عنده رجال، عنده مال باش يقاوم.